اقول لك منتظر صادق عليه شو ماكو بالشغل غير ومنك يروح للبيت ابي شو يسوي هذا بالبيت خلنا نتصل عليه يجينا يلا خابره هلا علي شلونك هلا بيك هاي وين يا معود اريد نشوفك تقدر تجينا علي تعرف هسه بايش الساعة؟ ايش دعواك عيني ايش دعواك؟ ترى هسه تو عبرة ال 12 حبيبي علاوي إذا أنت سهران فمو معناته كل الناس سهران وتخابر بالوقت اللي يعجبك أنا عندي شغل الصبح ولازم أنام أقصى شيء ب 12 فإذا أنت ما تخاف على صحتك من السهر فأنا أخاف عليها وداريها